اللقمة من ايدي حبيبتي. الله يسلمها لإيدك، ذوق هاللقمة حبيبي. الله يسلم هالأنامل. لقمة هالسلطة. كمان هزيتوني حبيبي. الله يوفقك هنادي، ما عاد ايدي. مشاني لا تكسفني. ايه إذا مشانك أنا مستعد آكل السم الزعاف. بعيد الشر عنك. كلوا يا جماعة، شو بك عصي؟ شو بني؟ ليكني عم باكل ما بني شيء. هبة ما تاكلي عصي؟ كل هالبطاطا هي من ايدي حبيبي؟ لا لا شبعت، لا شو هال؟ معلش دبره. خلص عصيم كلها من ايد مرتك، ما حلو هيك تكسفها. معلش كرمالك رح اكلها. شبك شو صار لك؟ دحي 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 احسن ما يختني. لا 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 تدحيني، لا حدا يدحيني منو. مشي الحال هلا لانه من ايدي تشردقت. قلت لك شبعت شبعت. لا هيك حبيبتي هنادي شبعتي؟ ايه شبعت الحمد لله. متر ان شاء الله كل عام بخير. شكرا كثير، كلك ذوق. ليش؟ صار العيد؟ لك انو عيد هاد؟ الجماعة يمكن عم يحتفلوا بعيد زواجهم. ألف مبروك يا جماعة. إيه بس فاجأتونا هيك، والله فاجأتونا، كان لازم تقولوا لنا، ما بصير. هو الحقيقة نحن مو بيوم زواجنا عم نحتفل. لكن بيوم شو؟ نحن عم نحتفل بالذكرى السنوية السابعة لقراية الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة مين؟ مين مات؟ بعيد الشر يا أخي، ما حدا مات. عم بحكي عن قراية فاتحتنا أنا وهنادي. يعني مثل هاليوم من 7 سنين راحوا أهلي لعند أهلها وطلبوها رسمي وقروا الفاتحة. أيوة هلأ فهمت، فاتحة الأحزان إن شاء الله، خاتمة الأفراح إن شاء الله. مبروك، ألف مبروك. تتذكري هاليوم هنادي؟ لكن ما بتذكر. كان يوم حلو كتير، طالعة فيه الشمس وكان فيه شوية غيم بالسماء. يوميتها وصلتنا رسالة من أخي عمار من فرنسا بيخبرنا فيها إنه نجح على السنة الثالثة طب، بتتذكر؟ أي طبعاً. أول يوم التقينا فيه أنا وياكي نجحت أختي ديما بالبكالوريا وطلعت من العشرة الأوائل، بتتذكري؟ فعلاً يا هبة، نحن كان وشنا كتير حلو على بعض، لأنه بيوم الخطبة ربحت أختي جائزة 100,000 ليرة بسحب بطاقات الاستثمار في أعين، بتتذكر؟ معلوم بتذكر. ويوم كتبت الكتاب صرت رئيس قسم المحاسبة، بتتذكري؟ طبعاً. ويوم اللي تجوزنا إجا لأختي صبي بعد 4 بنات، بتتذكر؟ إيه أنا اللي بتذكر. وبرعين زواجنا استلم أخي باسم بيت الجمعية السكنية، بتتذكري؟ فعلاً أستاذ عاصم، نحن مو بس وشنا حلو على بعضنا، كمان على اللي حوالينا. يا ستي إن شاء الله هيك بتضل كل أيامنا مناسبات سعيدة. إن شاء الله يا رب. ما بدنا ناكل كاتو؟ إيه لك لك، تفضل تفضل. ليش انهز بدنك وتعكر مزاجي؟ ما بعرف، سأل حالك يلي قاعد لي طول السهرة مثل الحوبة. أنا حوبة؟ إيه؟ ما شفت رفيقك أمجاد كيف كان قاعد طول السهرة عم يتغزل بمرته ويدللها ويوجبها، وأنت ولا على بالك، كأنك قاعد قدام رفيق من رفقاتك أو شي تمثال حجر. يا لطيف يا لطيف، شو السلام بدني؟ بس أنا لما بدي دلك يعني كثير صعبة، كثير صعبة إذا تنازلت وتكرمت وغازلت شوي على عيون الجماعة. أنا ما بحب قلة حدا. لا، ولما اجيت لاعمل لك قيمه قدام رفيقك ومديت ايدي لطعميك لقمه، اوعى تشردقت ومدري شو صار لك، وكنت رح تختلف وقوم منها وقلب وشك احمر مثل الشوندر، شي بشرده مو هيك؟ الحق عليكي انت، انت اللي دفشتي لي اللقمه دفش ونزلتيها دغري بجوزة حلقي،
بعدين حركتك هي مبينه تقليد، يعني مو ضروري اذا امجد وهنادي طعموا بعضهم بالشوكه نساوي مثلهم ونقلدهم نحنا. ايه معلش يا سيدي قلدهم، شو بتناقص شافعي اذا قلدتهم؟ اخ نيالك يا هنادي، نيالك على العيشه اللي معيشك اياها امجد، ولك يا هيك رجال يا بلا. وبشو زايده عيشتهم عن عيشتنا دخلك؟ على القليله مقضيين عمرهم مناسبات واحتفالات وطفي شموع، ما شفتن شو كانوا عم يحكوا؟ لا وطول مالهم قاعدين بيتطلعوا بعيون بعض وبيحكوا عن ذكرياتهم سوا، ونحنا قاعدين مثل الختايرة، قال يعني عقلنا كبير وناضجين. لك يا عاصي أنا حاسة إنه نحنا عايشين بلا ذكريات، وين ذكرياتنا؟ أنو ذكريات؟ ذكرياتنا مع بعض أيام الخطبة والكتاب والعرس. يعني بدك ياني عالطالعة والنازلة أكرت لك شريط الذكريات تبعنا؟ إيه ليش لا؟ إلنا بسعر أمجد وهنادي. إيه بس نحنا شريطنا مختلف عن شريطهم تماما، يعني ما في شيء بسر. بالله شو؟ ولك شو بنا هبة؟ ليش بتحاولي دائما تضحكي على حالك؟ ضروري ذكرك قديش كان وشنا حلو على بعضنا؟ ضروري كل مرة ننشر غسيلنا المقلقل؟ شو قصدك؟ أنت بتعرفي قصدي منيح، بتعرفي كمان إنه كل ذكرياتنا مشرشحة، بس معلش، رغم هالشي رح أكرت لك إياها. أول يوم شفتك فيه سقط أخي الصغير بالبكالوريا وأخي الكبير بفحص شهادة نسواقة، ويوم يلي رحنا نطلب إيدك ونقرأ الفاتحة اتزحلطت خالتي بدرية على الدرج وانكسرت رجلها المسكينة، يوميتها حطولها سيخ حديد وأربع براغي برجليها، ويوم الخطبة سرحوني من شغلي ومات خالي أبو ممدوح، بعد الخطبة بجمعة انسرقت صيغتك وصار معك ريان أنتي وضليتي ملحوشة بالفرشة 20 يوم، ويوم كتب الكتاب هبط بيت أخي نادر تبع جمعية إتسيا، ويوم العرس فاتت سيارة أهلي بسيارة أهلك، ولولا لطف رب العالمين كنا زقنا العيلتين على المستشفى، ويوم الأربعين مات عمي فواز بالجلطة بعد ما اجته ضريبة على معمله إيد 10 مليون ليرة. بقى شو بدي أتذكر منك يا سفرجي اللي أتذكر كل عضة بغصة؟ بقى لشو حتى نتشبه بالآخرين مشان الله؟ لك يا حبيبتي أنا بحبك وأنت بتحبيني، وكل واحد بيحب مرته بمعرفته وبيغازلها بمعرفته وبيبسطها بمعرفته، بقى لشو لحتى نقلد فلان ومرته؟ مين لسه في برا يا هلا؟ كنت اختك سمر استاذ. صار لها زمان ناطره؟ يعني شي ساعه. لا حول ولا قوة إلا بالله، بنت أختي صار لها نص ساعة ناطرتني وما قدرت شوفها، شو هالنهارات؟ المهم في مراجعين أو زوار غيرها؟ لا ما في حدا. لكان الله يرضى عليك يا هالة، خليها تفوت، من هون لآخر الدوام مين ما إجا أنا مو هون. حاضر أستاذ. لأني رح أقعد مع بنت أختي شي نص ساعة زمان، بعدين أهرب من الباب اللي وراني، ما بدي حدا يشوفني. تعبت كثير اليوم. حاضر. لا تنسي تبعتي لنا قهوة. على عيني أستاذ فارس. اهلا سمورة، اهلين خالو، اهلين اهلين، تفضل عيدي. طمنيني كيفك؟ ماشي الحال. هي نطرني ساعة على الباب؟ معلش خالو لا تزعلي، من اهل البيت انتي. على كل حال انا قصدا نطرتك مشان افضالك، واقعد اشرب انا وياكي قهوة على رواق. ها وهي القهوة اجت. تفضلي خالو. يسلموا هالايدين. يسلموا. شو؟ شايفتك مشغول كتير. خليها لالله يا سمر، تاري المسؤولية مو هينة بنوب، كلها دوشة ووجع راس. صحيح، بس انت قدها وقدود خالو. أنا قدها أنت تانية، راسي رح ينفجر من كتر الزوار والمراجعين. بتعرفي باليوم الواحد كم واسطة بتجيني؟ كم واسطة يعني؟ يا ستي أكثر من 15 واسطة، وكلهم من فوق الأساطير، ومو بوزارتي، بغير وزارات، يعني بدي أربح 100 جميلة لأقدر مشيها. بسيطة خالو، الناس بتوثق فيك كتير، ولولا محبتهم إلك ما كانوا قصدوك. يا ستي الله يكتر المحبين، بس أنا محبين فكري، المحبين اللي بيحبوني لشخصي مو لمركزي. خلاصة طمنيني هلأ، كيفك؟ كيف التدريس معك؟ والله تعبانة يا خالو. لا ليش؟ الحقيقة خالو أنا قاصدتك بخدمة بخصوص وظيفتي،
بس ما بعرف إذا فيها إحراج إلك. ولو يا سمر يا خالو، إذا أنت ما خدمتك مين بدي أخدم لكان؟ أحكي أحكي خالو أحكي، لا تستحي مني. خالو أنت بتعرف إنه أنا تعينت مدرسة بمساكن برزي، ونحن ساكنين بمشروع دمار، يعني كل يوم بدي أدفع شي 40-50 ليرة أجور مواصلات، هذا غير الوقت اللي بضيع على الطريق. فعلاً الله يعينك، مو قليلة هالشغلة. ولما قدمت طلب خالو للتربية لحتى أنتقل على مدرسة النحلات الصغار بمشروع دمار، قالوا لي ما في شغل، بس هلأ سمعت إنه صار في شغل. بعد في مجال تحاكي لي حدا بالتربية لينقلني بسرعة بتكون فضلت علي. يا ستي تكرم عينك واعتبري موضوعك منتهي. بس اليوم خلص الدوام، ما حلاقي حدا. على كل حال خالو، اكتبي لي كل المعلومات على ورقة، وبكره إن شاء الله اعتبري موضوعك منتهي. كاتبتهم خالو. تفضل. اتصلت فيه وانا بالاجتماع؟ اتصلت لاستاذ سمر مشان ذكرك بموضوع. منيح اللي اتصلت، والله موضوع غايب عن بالي. في حدا عم ينتظر برا؟ نعم استاذ في كثير. ما بتدخلي حدا لحتى انا اخبرك. حاضر. الو. مرحبا ابو طارق. اهلا. عاش من سمع صوتك استاذ فارس. شو القصه؟ حيكون مقاطعنا. يا سيدي إذا هيك من عندي أنا براءة، خلص معزول. ماشي ماشي، شو بدي أقول لك؟ بأي مدرسة بدها تنتقل؟ وبأي مدرسة هي موجودة هلا؟ يا سيدي على عيني، هلا بشوف الموضوع. تعرف أستاذ فارس، لو إنك ما اتصل فيني كنت أنا ناوي اتصل فيك اليوم. لا، إلي عندك شغلة صغيرة. أنت بتأمر أمر يا أبو طارق، بس قل لي عند مين شغلتك؟ يا سيدي عند المهندس مناف، مدير مؤسسة السكن الوطني. بس والله ما بعرفه منيح أنا. ولو أستاذ فارس، هذا مهندس مثلك مثله، زميله يعني، وأكيد ما راح يخيبك. يا سيدي هذا ابن عمي، مسجل على بيت بمشروع الصحراء بالجزيرة الرابعة، ولهلأ ما خلصوا له تمديد الصحية. قال شو؟ إنه ما في مواد بالمستودعات. طيب، وشو المطلوب مني؟ هلا انا سمعت قبل فتره انه المواد خلص صارت بالمستودعات، والشغله كلها بدها تحريك صغيره من عند المهندس مناف. ماشي الحال، اكتب عندك لنقلك. دقيقه. ايوه. طيب طيب، على عيني. مع السلامه. انسه هلا. اطلبي لي المهندس مناف من مؤسسة السكن الوطني. حاضر. ايوه. نعم. المهندس مناف عم يحكي. اهلا استاذ فارس. يا مرحبا. لا ولو؟ وهل يخفى القمر؟ الله يخليك. طمني استاذ، شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. يا ميت هلا. ايه قل لي ولو، انت بتأمر امر. ايه وصلت المواد تقريبا بشي اسبوع وحطيناها بالمستودع. لا 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 لسه ما وزعنا شيء ابدا. بتعرف انت في بعض الاجراءات لازم تساويها. مو قبل شهرين. ايوه. ايه ولو، اذا كان هذا الشخص بيعز عليك كثير ولو بنتوصف فيه. على راسي. بس شو قلت لي رقم الجزيرة؟ يا سيدي خلص، الجمعة الجاية حنزل الورشات كلها. على راسي. دخيل عينك استاذ فارس، بدي منك شغلة بس. الله يخليك. ابن اختي غياس عم يعمل رخصة استيراد، بقى شغلته واقفة على نكشة. ايه بمؤسسة المشاريع الإنمائية. طيب وشو دخلني أنا بهالمؤسسة؟ ولو شو نسيت ان المدير العام تبعها ابو طراف من بلدكم؟ من بلدنا؟ شو جاب بلدنا لبلد ابو طراف؟
أنا من وادي العسل وهو من وادي البصل، يعني في جبل كامل بيننا وبينه. إيه دخيلك هلا وقفت على هالجبل؟ أخي أنتوا كلكم نعتبركم منطقة واحدة. طيب طيب، أنا رح أحاول أحكي معه، بس ما بوعدك ها. يا سيدي أنت أبوها، وإذا نويت تحط إيدك بالموضوع بتنهي بمكالمة واحدة. ماشي، أنا عم أستنى منك جواب. الله معك، مع السلامة. ألو، كيفك أبو طراف؟ أهلين، مين عم بيحكي؟ يا هلا يا هلا، أهلا وسهلا أستاذ فارس، طمني كيف أحوالك؟ والله مشتاق لك، شو أخبارك؟ الحقيقة أنا كنت متوقع زيارتك من زمان، صدقني من يومين كان بدي أتصل فيك، بس عدم المؤاخذة رقمك الخاص ضايع مني. لا 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 لا، بس في إلي شغلة عندك صغيرة كتير. هذا يا سيدي بنتي راما، انت بتعرفها لراما ما هيك؟ ايوه ايوه، عم تدرس حقوق والسنه بدها تتخرج، بس النهفه انه راما معلقه على ماده واحده بس. الله وكيلك صارت مقدمتها 3 دورات وما كانت دكتوره تنجحها. طيب شو اسم الدكتوره؟ اسمها الدكتوره ليلى السعودي، اكيد انت بتعرفها منيح. ليلى السعودي؟ عمري ما سمعت باسمها. طبعا طبعا متاكد. شلون؟ تجتمع معي بجمعية السنابل السكنية؟ صدقني مو كتير أخذت بالي منها. طيب طيب، على كل حال نحن بعد يومين عنا اجتماع بالجمعية وراح أحاول أتحركش لك فيها. أي طيب طيب، نقلني المعلومات لك أنا إذا بتريد. إيه على راسي، اكتب عندك رقم المركز 4. وعلى فكرة هي معلمة الورقة منيح. ايه ايه، راسمة نجمة بالصفحة الثانية على اليمين، دغري دغري بتتعرف عليها. يا سيدي بارك الله فيك، يعني اعتبرها مثل بنتك. بس يعني بدي منك شغلة صغيرة. ايه ايه تفضل. رخصة استيراد باسم مين؟ لحظة 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 لسجل عندي اذا سمحت. ايوه ايوه حاضر، مع السلامة. مرحبا خالو. أهلين خالو، تفضل. شو وين أمك؟ ماما بالمطبخ هلأ تجي. طمني خالو، إن شاء الله مشي الحال. والله يا خالو ما مشي الحال. أوف، كيف لحتى؟ شو كيف؟ إتاري الشغلة صعبة كتير، يعني مشان إنقلك لمشروع دمار. اسمعي لائحة الطلبات اللي انطلبت مني. بدي دبر مواد صحية لبيت ابن عمه لمدير التعليم، وبدي طالع رخصة استيراد لابن خاله لمدير السكن الوطني، وبدي نجح بنت مدير المؤسسة المشاريع الإنمائية بالحقوق، وبدي دبر بعثة داخلية لابن مدير المؤسسات المتحدة، وبدي طالع رخصة صيد لرئيس جمعية الرفق بالحيوان، ورخصة كشك لابن عم جيران مدير الشؤون، ورخصة غاز لقرايب مدير الطاقة، ورخصة مطعم لقرايب مدير التمويل. هذا غير الالتماسات والاستثناءات والتوصيات. ايه وشو المعنى خالو؟ خدي مني كل شهر 1500 ورقة وخليكي بمساكن برزة.